بنت نور مثل عبده لا عبده وكفى تشوميلا شوميلا شوميلا يا على الصدارة على المركز الأول اللحظات الأخيرة ما بين الأبطال لكن بنقطف صامد بنقطف صامد بنجهي مواصل اللحظات الأخيرة حاير طاير ما بين الأبطال ما بين العمالقة بنقطف بنجهي وجه لوجه باللحظات الأخيرة السلام وين يا أخواني حاير حاير والله حاير بنقطف بنجيم اللحظات الأخيرة ما بين حظ سلام بنقطف سلام سقل دارك وين ما تسكن على أدا حظ إلا أكثر من رايح تانينا والناموس لمحمد بن راشد بن علي بنقطف المري المركز الثاني فنق على الحكر حرق هاتم المغاتير فالمركاض حرق لين راعيها تنومس وهو قد هو حكر ها هو مهلي يصمد نحو الصدارة يصمد نحو المقدمة معاك المهندية قام هذا الشوط راس ويحاول محاولات نهائية أن ينهي هذا الشوط راس سلام يا مهلي سلام سلام يا المهندي سلام ماذا فعلت في صباح هذا اليوم في الأجواء الباهرة والرائعة بانطلاقة وتحدي مهلي تهانينا وأن مبروك لعلي بن عبد الله بن محمد بن علي المهندي ثاني المراكز يأتي هنا عفاس محمد مبارك محمد البادي النعيمي ثالث المراكز ولكن العجب 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 يفعل العجب مع الأمتار الأخيرة وتابع بن عايض يرفع راية الخطورة السلام وين يا أخواني حاير طاير لكن القيادة والانطلاق الأول مع متعبة 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 واللحظات الأخيرة خيرة ومتعبة بن عايض والعجب الله الله خيرة 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 والخيرة في مختار الله سلام يا المملكة سلام سلام إلى ميدان السيح سلام تحية واحترام لعلي بن محمد بن عايض ألف هيدا المري على فوز خيرة وانتزاحة لناموس هذا الشوط المركز الثاني الله الله وصل الان وانطلق هايم هايم سعود بن علي بن حمد بن خليفه المحاربي الله يا المحاربي في اللحظات الاخيره في اللحظات الخطيره يثبت وجود المحاربي يخطف هذا الشوط اختطافا مميزا الله عليك يا المحاربي الله على هذا الانطلاق الله الله يا هايم 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 هو بطل هذا الشوط هو من حقق ناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة في اللحظات الخطيرة فسلاما وتحية لمالك هذا الشعار سعود بن علي بن حمد بن خليفة المحاربي من حقق ناموس هذا الشوط الرابع بينما حل على ثاني المراكز متعب سعيد بن مبخوت بن محمد سعيد بن أبجاد بن عبد الله الهاجري لكن فريحة عصاها مثبتة في الأبطان ما قال له شيء مطروب الحركة يا راعي فريحة خليفة بن محمد البريس المري ما قال له شيء عصاها آمنة وراقدة أظن أن عصاها ميتة في الأبطان سلام يا فريحة سلام خليفة بن محمد بن حمد البريس المري ما حركوا عصاها مول ولكن من الواصل مع المركز الثاني في أبجاد بن سعيد بن أبجاد بن عبد الله الهاجري لكن خلاص العرض النهائي مشكور يا خليفة يا بن محمد البريس المري والتهانينا والناموس على هذا العرض والعصا في الأبطان في شوط الإنتاج الأول ما قال شيء الواضح ولكن سوغان يا بن نشير خلاص عصاتهم غروزة ما قال له شيء مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء سوغان بالفعل خدتني
النهاية يرحب بوصول سوغان. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، تهانينا من هذا الموقع من المية متر الأخيرة يا بن شيرة يا بن شيرة. سلام سوغان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالكي سوغان علي بن سالم بن راشد بن شيرة. سلام تهانينا والناموس المركز الثاني. أيها الحفل الكريم، وصل مشرف عبد الله بن شيخ نوم سلابته لابته وقفة شوميلة شوميلة شوميلة.